مرحبا، أنا اسمي حمود غنام، أنا مصور وفنان، بشتغل وبعمل في حيفا. بدي أوصيكو على مجلة فنية جديدة راح تطلع قريبا. المجلة بتعتني بمواضيع الفن الموجودة إسا، في كتاب كتير رايحين يكتبوا فيها. طبعا المجلة مشروع تابع من الناس وللناس، ما إلوش دخل ولا بأي حكومي ولا بأي مؤسسي، انه هو خاص للناس المبدعة الموجودة عندنا بالبلاد. طبعا وكمان هو موزع ببريد البلاد، الاشي عن طريق الانترنت، وانا بوصي عليه كتير. مجلة اسمها توهو، وأتأمل تنبسطوا فيها.